ممثلون عن 40 وكالة سياحية اجتمعوا هنا بغابة جبل الوحش بقسنطينة بغرض القيام بحملة تطوعية هدفها التعريف بالمنطقة في إطار الترويج للسياحة الداخلية وتشجيعها. هذه المبادرة تدخل في إطار حملات كثيرة درناها، منها في تيكجدة وبجاية درناها من قبل. احنا هذه الحملة درناها لترويج ويعني تحسين السياحة الداخلية. النادي تاعنا راهو كان سباق في هذا الميدان في التعريف بالسياحة الداخلية، حيث نقوم بخرجات أسبوعيا للتعريف بأهم المناطق السياحية سواء في مدينة قسنطينة أو في الجزائر عامة. المبادرة التي أشرفت عليها محافظة الغابات بقسنطينة تم من خلالها تنظيف الغابة وبحيراتها الأربع، بالإضافة إلى الإسهام في الحفاظ على الغطاء النباتي بغرس أزيد من 300 شجرة. في هذا اليوم قامت محافظة الغابات لولاية قسنطينة تحت إشراف السيد والي ولاية قسنطينة بالتنسيق مع 40 وكالة سياحية وكالة سياحية عبر التراب الوطني، وهذا بقيام بعملية تنظيف المناطق الرطبة بمحمية جبل الوحش وكذلك بغرس حوالي 350 شجرة. رانا متواجدين في محمية جبل الوحش ليفانمو هذا ان شاء الله، روبوزمون نيتواياج وحملة تحسيسية على الحفاظ على الموروث الغابي. احنا نعاونوا المدينة تاعنا وراح نظفوا لو كانيو تاعنا تاع الريميس اقسم تاعنا الاخدود اللي متواجد في قسنطينة، راح نهبطوا بلي كورد ان شاء الله ومع دوتر اسوسياسيون دو سبيليولوجي اللي راح نظفوا الاخدود القسنطيني. الحملة التطوعية هذه ليست الاولى عبر الوطن ولن تكون الاخيرة لبعث السياحة المحلية، خاصة وان المجال الجوي والبحري والبري اوصدته جائحة كورونا.